ايه ده بقى؟ هي جابت الحركه دي منين؟ هي شافت السي دي ولا ايه؟ وانت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني. يا 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 وادي تقيل، هكلمه بحرارة يرد بالقطارة، هكلمه بحرارة يرد بالقطارة. الرجل الغامض بسلامته متخفي بنضارة، هو بيمشي ازاي كده كده هو، وينادي ازاي كده كده هو، والضحكة ازاي كده هو، ويقف ويقول انا هو انا هو اطول واحد في الحارة. لا حياة لمن تنادي ولا اي اندهشة. وفي اللعبة دي انا قفلتها 3 مرات قبل كده. ما تقفل الليلة دي كمان يا حبيبي. ثواني يا حبيبتي ثواني، هفضلك حالا حالا. يس. وعلى ايه يا حبيبي؟ كمل اللعب، ما انا متجوزة ميسي. انت بطلتي رقص ليه يا حبيبتي؟ ده انت كنتي بترقصي تحفة تحفة. والله لو جبت لك شارع محمد علي بحاله مش هينفع معاك يا عمر. ممكن تطفي النور علشان اتخمد انام؟ حالا يا حبيبتي خلص الليفل ده، واطفي النور حالا. لا بقى، طلبت معايا تطفيه دلوقتي حالا، ايه رايك بقى؟ في ايه يا حبيبتي؟ انت مالك عصبيه كده ليه؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه. ما هو المصيبه السودا ان مفيش حاجه. مفيش حاجه يا عمر. يس تبنى الى الله. مين اللي بعت لك المسج يا عمر؟ يس عمر. يا رب استرها استرها معانا والنبي يا رب يا رب. ده انا تايب تايب وناوي على الاستقامة، ماشي عدل. نبي يا رب انا تعبت من الاختبارات بقى، كفاية اختبارات كفاية. والنبي سترك سترك عشان خاطري. نبي يا رب استرها معي. اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بتكلم مين يا بيبي موطي صوتك كده؟ بسم الله من الشيطان الرجيم. والمصحف والمصحف بكلم ربنا. يا راجل يعني مش بتمسح الرسائل كالعاده يا بيبي؟ رسائلي رسائلي ده الدعاء ده هو. انا كنت بقرا الدعاء بتاعنا عشان ربنا يكرمنا مع بعض ويصرف عنا الشيطان. طب تعالى يا اخويا نصرفه مع بعض الجو. تعالى. برضه مش مصدقيني. لا حول ولا قوة الا بالله. اشمعنى زمان كانوا بيصدقوني مع ان كان كل كلامي كذب؟ استرها معانا يا رب استرها معانا. ما تحاولش تضحك عليا بأي كلام، أنا خلاص زهقت بقى يا عمر.
والله العظيم والله العظيم كنت واقف بقول الدعاء اللي هو الدعاء بتاعنا. بطل الكذب بقى يا عمر ارجوك. انا سامعاك في وداني وانت بتتكلم، واول ما شفتني قفلت التليفون على طول. فين ده؟ فين ده؟ ادي التليفون، ادي التليفون، بصي شوفي في رساله، في مكالمه، بصي بنفسك. لا والله هتمسحها كالعاده، ما انت بتمسح المسجات والتليفونات كلها كل يوم. يا حبيبتي ما هي دي مسجات المرضى، استفسارات العيانين والعيانات، اخليها ليه على تليفوني؟ انت كل يوم بتثبت لي ان احنا اتسرعنا في الجوازه دي يا عمر. يوه، وانا كل ما اتكلم معاك هتقولي البق الخيبان ده، في ايه بقى؟ عشان دي الحقيقه يا عمر، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا احس ان انا مراتك، وعملت كل اللي اقدر عليه، وانت ولا انت هنا. دايما بتهرب مني باي حجه. دي اول مره في حياتي ارقص. كلامي بجد النبي، ده انت راسك خطير، ده عجبني جدا. عمر انت مستفز قوي يا عمر، مستفز جدا. مستفز جدا ليه؟ يوه استني بس استني، انا بهزر معاكي، بهزر يعني عشان بدل ما انت معقده ومكلكعه كده بفكك. بدل ما انا مكلكعه ومعقده كده فك انت بقى يا عمر. لا 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 حس بيا انت بقى يا عمر. صلي على النبي يا ماما. انا خلاص تعبت يا عمر. راح يا ماما مش كده. اوعى كده، عايز انام يا عمر، اوعى كده. طيب طيب دي العريس اللي انتوا بتحتفلوا بيه وعاملين له زفه، وشهر العسل ما شفتش منه يوم واحد. يا دي النايبه السودا، الكبير بتاعنا اتضرب يا اخويا. راح فين يا سيد؟ راح فين؟ ما ينفعش نحط ايدينا على خدنا كده يا معلم، ده القضبان، ولو سبناه على الحال ده المركبة تغرق بالكل. تنويت على ايه يا ورور؟ القضبان ليه جميل في رقبة رجالة ياما، واللي عليه دين بقى يسده. رجالة مين؟ ودين مين بس يا سيد؟ هو في حباية كده مخلطة ومتنطورة في البيوت يعني، وإنما ايه جحيم حجم عائلي تخلص شهر العسل ده في يومين اتنين. يا ابني انت فاهم غلط، مش دي الأزمة أصلا. افهموها بقى، القبطان عطلان من العوق اللي حواليه، مش زيكو جايب كاز ومستني يشحن بحباية. خسرتي تتصنطي علينا يا ولية؟ بتصنط يا عيب الشوم، دي الحارة كلها سمع الحوار كله يا سمك. ايه حارة؟ يا نهار اسود، انت هادي توت، انت عمركم ما شفت راجل. امشي يالا، امشي يالا، امشي. تبنى الى الله. خد مني يا قبطان، العوق اللي مشنكلك ده لازم رفاعي ينكش ورا الحيه اللي بخى سمها في عبك. على فكره ايه؟ ايه في؟ لا لا مش على فكره. ايه ايه؟ اه على فكره. ايه قول اهو. خلاص البت اللي قلت لكم دوروا عليها، البت اللي مالك ايه دي؟ مش هرفها عندي في البيت. ايه؟ واتجوزت عمي حافظ. ايه؟ اللي بقول لكم محدش فاهم حاجة. ايه تاني؟ تبنى الى الله.